سحر أيار رح نبدأ مشوار. لقونا في برنامج المعلومات والمسابقات أوروبا في فلسطين. استنونا كل أحد وثلاثة الساعة 5 المساء مع سلام الديك. أوروبا في فلسطين، معلومات بتهمكم عن مشاريع الاتحاد الأوروبي بالبلد، أسئلة وفرص كبيرة للربح. اتصلوا شاركونا في برنامجنا وبرنامجكم أوروبا في فلسطين. وين ما كنتوا مساء الخير وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم أوروبا في فلسطين، حلقتنا مليانة بالمعلومات وفرص الربح. راح يكون معنا بالهندسة الإذاعية بهاء أبو عواد، ومن الإعداد والتقديم أنا سلام الديك، أما في التقارير رزان حمايل. في هاي الحلقة من برنامج أوروبا في فلسطين راح نعرفكم أكثر وبالتفصيل على مشروع التدريب التقني والمهني بدعم من الاتحاد الأوروبي الذي ينفذه أو الذي تنفذه مؤسسة شارك. بس قبل ما نفوت بأولى الفقرات المتاحة عنا، بدنا نحكي لكم اسم الرابح أو الرابحة بسؤال الرسائل القصيرة من الحلقة الماضية وقيمته 200 يورو، وهي رضية مصطفى عبد العزيز. إذا رضية مصطفى عبد العزيز، أنت ربحتي معنا على سؤال الأسماس من الحلقة الماضية جائزة قيمتها 200 يورو، ونتمنى من كل اللي بيبعثوا لنا إنهم يبعثوا لنا هم من وين عشان نعرف كل اللي بيبعثوا لنا الإجابات هم من أي منطقة. على أي حال، بعد ما نعرفكم على هذا المشروع وخلاله في أربع أسئلة بتقدروا تتصلوا وتجاوبونا عليها من خلال أرقامنا 2421-322-3، وأيضا سؤال مخصص للرسائل القصيرة. راح تكون قيمة كل سؤال بالاتصال المباشر 50 يورو، أما بأسئلة أو سؤال الأسماس قيمته 200 يورو. سؤال الرسائل القصيرة هو: من هي الجهة التي تقدم الدعم الأكبر لموازنة وكالة الغوث؟ هل هي روسيا أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي؟ بتقدروا تبعتونا الإجابة الصحيحة من SMS على جوال على الرقم 37577 أو من الوطنية على الرقم 6358. أسئلة الحلقة بتقدروا تتابعوها كمان على موقع وطن للأنباء وطن.tv. ورح نبلش معكم حلقتنا، لكن قبل هيك خلينا نذكركم الإذاعات اللي بتبث البرنامج. احنا في استوديوهات راي اف ام في رام الله، وأيضا الإذاعات التي تبث هذا البرنامج هي بير زيت شباب رام الله ورام الله مزاج، طول كرم وقلقيل يا جفرة، من طول كرم أمان، ومن جيلين البلد، ومن سلفيت الغد، ومن طباس بانوراما اف ام، من بيت لحم بيت لحم 2000، وأيضا من بيت لحم إذاعة إزيس، من الخليل كل من سراج وألوان، ومن غزة الشعب والمنار، ومن نابلس وقلقيليا السماء اف ام، اما في اريحة اريحة اف ام، ومن نابلس حياة اف ام. رح نروح مباشرة للتقرير رح يعرفنا اكثر على مشروع اليوم. يهدف مشروع مهني لتطوير التعليم المهني والتقني في فلسطين بالمساهمة في الحد من الفقر، وخصوصا في أوساط الشباب في المناطق الفلسطينية، وزيادة فرص الدخل للشباب في فلسطين من خلال تحسين التعليم المهني والتقني. يتم تنفيذ المشروع من خلال سلسلة من ورش العمل المصممة خصيصا لتلبية احتياجات المدارس المهنية، فضلا عن تقديم الدعم للمشاركين لتنفيذ مهاراتهم المكتسبة حديثا. ويسعى هذا المشروع إلى دعم المدارس الثانوية للتعليم المهني والتقني بهدف تحسين القدرات الإصلاحية للمدارس المهنية والتقنية من خلال تحسين النظام الإداري في المدارس المهنية والتقنية. ويشمل المشروع إنشاء بيئة تعليمية داعمة في مدارس التعليم المهني والتقني، وذلك من خلال استخدام المعلمين المدربين على تقنيات تعليم عصرية وحديثة، ودعم المعلمين المدربين والمرشدين للطلبة ذوي الصعوبات في التعلم لإكمال تعليمهم بنجاح. ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المؤسسة الألمانية لتعليم الكبار DVV International، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. من أوروبا إلى فلسطين، شراكة حقيقية لغد أفضل، ضمان المياه، ضمان للحياة، قانون فاعل، مجتمع آمن، اقتصاد ينمو، دولة تبنى. الاتحاد الأوروبي، سوياً نكمل اللوحة.
من جديد متواصلين مع حضراتكم، رح نعرف أكثر وأكثر عن مشروع التدريب المهني والتقني ينفذه منتدى الشارك الشبابي بدعم من الاتحاد الأوروبي، لكن خلينا نروح لفرص الربح وبتقدروا تجاوبوا مباشرة من خلال اتصالكم على 2-421-3-2-3 رقمنا في رايا اف ام، ورح نروح نحكي لكم الأسئلة المتاحة للإجابة المباشرة وهي كالتالي. السؤال الأول: كم عدد أعضاء البرلمان الأوروبي الحالي؟ هل هم 489 أو 732 أو 750 أو 785؟ كمان مرة منذكركم بالسؤال: كم عدد أعضاء البرلمان الأوروبي؟ أما سؤالنا الثاني فيتألف المجلس الأوروبي من وزراء الخارجية للدول الأعضاء، رئاسة الاتحاد الأوروبي والمفوضية، أم المفوضية الأوروبية والبرلمان ورؤساء الدول والحكومات الأعضاء، أم رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورؤساء المفوضية الأوروبية؟ سؤال الثالث رح يكون كالتالي: عدد سكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هل هم 325 مليون، 200 مليون، أو 500 مليون، أو 700 مليون؟ أما سؤالنا الرابع فهو: أين يوجد مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية؟ هل هو في القدس المحتلة، أم في رام الله، أم في غزة، أم في نابلس؟ والسؤال الخامس اللي مخصص للرسائل القصيرة هو: من هي الجهة التي تقدم الدعم الأكبر لموازنة وكالة الغوث؟ هل هو الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أو روسيا؟ وبتقدروا تجاوبوا عليه من خلال SMS من جوال على رقم 37 57 7، أو من الوطنية على رقم 63 58، وأرقامنا هي 2-421-3-2-3. منروح لأولى الاتصالات معنا. مساء الخير. هلا مساء الخير. هلا بيك، مين معنا؟ معك أحمد. أحمد إيش ومن وين يا أحمد؟ أحمد أبو صالح. أحمد أبو صالح من وين يا أحمد؟ من طول كرم. من طول كرم، برنامجنا برعاية الاتحاد الأوروبي يا أحمد. أحمد على أي سؤال حاب تجاوب؟ على الأول، الثاني، الثالث؟ على الأول؟ الأول. طيب الأدد السؤال الأول عفوا: عدد أعضاء البرلمان الأوروبي الحالي، الخيارات 489 أو 732 أو 750 أو 785؟ يلا يا أحمد. الخيار الثاني. الخيار الثاني. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة. استنانا لآخر الحلقة لتعرف إذا كانت إجابتك صحيحة أو لا. كل اللي بعطونا إجابات صحيحة بنعمل قرعة على أسمائهم. اتصال جديد. هذا البرنامج بدعم من الاتحاد الأوروبي. ومساء الخير، مين معنا؟ ألو، مساء الخير. معك محمد. محمد إيش ومن وين؟ محمد رفيق من نابلس. محمد رفيق من نابلس، كيف نابلس يا محمد؟ الحمد لله. محمد على أي سؤال حاب تجاوب؟ السؤال الأول. السؤال الأول: عدد أعضاء البرلمان الأوروبي الحالي 489 732 750 أو 785؟ 732. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا محمد. خليك معنا لآخر الحلقة لا تعرف إجابتك. واتصال جديد على 2-421-3-2-3. وهذا البرنامج بدعم من الاتحاد الأوروبي. مساء الخير، مين معنا؟ مرحبا. هلا بيك، مرحب. كيف حالك؟ تمام، بدي سلامتك. مين معنا؟ بسام من بيت لحم، بحييك على البرنامج. تسلم. بسام من بيت لحم. بسام ايش؟ سبتين. بسام سبتين من بيت لحم، شو اخبار بيت لحم؟ الحمد لله. بسام ايش السؤال اللي بدك تجاوب عليه؟ نروح للسؤال الثاني. اي سؤال هذا؟ يلا حاضنا، انا بعرفش يعني. السؤال الثالث: عدد سكان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، هل هم 325 او 220 او 200 او 500 او 700؟ وهنا بنحكي عن بالملايين احنا. ممكن الجواب الأول. الجواب الأول اللي هو 325 مليون. بسام. ممكن. طيب إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا بسام. واتصال جديد. مساء الخير. مساء النور، لو سمحتي توطي صوت الراديو من عندك وتسمعينا من التليفون إذا بتسمحي. اتفضلي، مين معنا؟ حلا صلاح. حلا صلاح. حلا صلاح من وين يا حلا؟ من رام الله. من رام الله. حلا، برنامجنا بدعم وبرعاية من الاتحاد الأوروبي. سؤالنا بيقول لك: عدد سكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 325 مليون أو 200 مليون أو 500 مليون أو 700 مليون؟ كمان مرة السؤال ده. عدد سكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حوالي 325 مليون أو 200 مليون أو 500 مليون أو 700 مليون؟ 500 مليون. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا حلا، ومكملين معكم. استنينا بآخر الحلقة لنقول لك إذا كانت إجابتك صحيحة أو لا. اتصال جديد. مساكم سعيد، أنتوا على الهواء في برنامج أوروبا في فلسطين. مين معنا؟ هلو، مرحبا. هلا بيك، مرحب. معك كايد من نابلس. كايد من نابلس، كيفك كايد؟ الحمد لله تمام. شو أخبار نابلس؟
منيحة بتجنن. وكنافة نابلس وأهل نابلس. مشتاق لك. والبلدة القديمة. سلم عليك. طيب يا كايد، السؤال بيقول لك أين يوجد مقر الأول. نعم؟ أعطيني السؤال الأول. بدك السؤال الأول من عيوني ولا يهمك. عدد أعضاء البرلمان الأوروبي الحالي، هل هم 409؟ نعم؟ 732. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة. هذا هو الجواب النهائي يا كايد؟ لا بقدر أغير، أعطيني الخيارات غلبة. طيب 489 أو 732 أو 750 أو 785؟ الخيار الأول. الخيار الأول اللي هو 489؟ إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة. تحياتنا لك ولأهلنا في نابلس. من كايد من نابلس نروح نشوف مين معنا. أوروبا في فلسطين، مساء الخير. مساء الخير أستاذ سلام. هلا بيك شاكر عبد الحق معك من الزاوية. هلا بيك يا شاكر، بس من دون أستاذ، بس احكي لي سلام. شاكر عبد الحق. نعم حبيبي. أوروبا في فلسطين وبدعم وبرعاية من الاتحاد الأوروبي. شاكر شو أخبار الزاوية وسلفيت؟ الحمد لله تمام. ولا شاكر يا شاكر، السؤال بيحكي لك أين يوجد مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية؟ هل هو في القدس المحتلة أم في رام الله أو غزة أو نابلس؟ في القدس. في القدس المحتلة. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا شاكر. بهيك منكون انتهينا من الفقرة الأولى المخصصة للمسابقات. في عنا كمان فقرة تانية وثالثة، خليكم معنا. نرجع نحكي عن مشروع التدريب التقني والمهني، وهاي المرة منا نروح نحكي مع مديرة المشروع السيدة مها سموم. مها، ما الذي أنجزتموه حتى الآن منذ بداية المشروع؟ يعني أبرز ما قمتم بإنجازه منذ بداية المشروع وحتى الآن. هذا المشروع هو مدة 3 سنوات، بركز على الحد من نسبة الفقر وزيادة فرص العمل للشباب. إحنا في الوقت الحالي في السنة الثالثة للمشروع. ما تم تنفيذه هو إعطاء ورش عمل ومتابعة للمدارس المهنية الخاصة للمشروع. هم 5 مدارس مهنية، فتم إعطائهم مدراء المدارس كيفية إدارة المدرسة المهنية، كيفية متابعة استراتيجية المدرسة ووضع أهداف لمدة 5 سنوات القادمة، وأيضا بناء شبكة خاصة بهذه المدارس. طيب مها، دائما يخطر عبالنا سؤال الأثر الذي يتركه هذا المشروع أو الفائدة، كيف تلتمسونها؟ كيف تتوقعون أن تكون النتائج فيما يتعلق بتطبيق هذا المشروع؟ ما يميز هذا المشروع عن غيره من المشاريع أنه يوجد متابعات للمدارس. ففي كل ورشة عمل نحن نقدمها للمدارس أو للمدرسة، من أما للمدراء المدارس أو للمعلمين أم للطلاب، فنحن نتابع كل ورشة. مها سموم، مديرة مشروع التدريب المهني والتقني الذي ينفذ منتدى شارك الشباب بدعم الاتحاد الأوروبي وبتعاون وزارة التربية والتعليم وأيضا المؤسسة الألمانية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. من أوروبا إلى فلسطين، شراكة حقيقية لغد أفضل، ضمان المياه، ضمان للحياة، قانون فاعل، مجتمع آمن، اقتصاد ينمو، دولة تبنى. الاتحاد الأوروبي سويا نكمل اللوحة. أوروبا في فلسطين مكملين معكم. نرجع للربح والمسابقات وفرص الربح. منذكركم أنه بتقدروا تتصلوا بشكل مباشر على 2-4-2-1-3-2-3 لتجاوبون على الأسئلة المباشرة. وسؤال الأسماس قيمته 200 يورو هي من أكبر جهة تقدم الدعم لموازنة وكالة الغوث، وبتقدروا تجاوبوا عليه من خلال رسالة قصيرة على الرقم 37-57-7 إذا كنتوا من جوال، أو من وطنية على 63-58. أما قيمة الأسئلة المباشرة فهي 50 يورو. ويمكنكم متابعة أسئلة الحلقة على موقع وطن للأنباء وطن.tv، وأيضا الإذاعات الشريكة هي كل من بير زيت شباب ورام الله مزاج، طول كرم قلقيلية جفرة، طول كرم أمان وجنين البلد، سلفيت الغد، طوباس بانوراما فم، بيت لحم، بيت لحم 2000، وأيضا في بيت لحم إزيس. أما في الخليل كل من الرابعة وسراج، من غزة ألوان الشعب المنار، وأيضا من نابلس وقلقيلية سما FM، من أريحة أريحة FM، ومن نابلس حياة FM. من روح نرجع على اتصالاتكم ومشاركاتكم على 2-4-2-1-3-2-3، وهذا البرنامج بدعم من الاتحاد الأوروبي.
إذن بنذكركم بالأسئلة المتاحة لنا في الاتصال المباشر وهي كالتالي: السؤال الأول عدد أعضاء البرلمان الأوروبي، والسؤال الثاني مما يتألف المجلس الأوروبي، والسؤال الثالث هو عدد سكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أما السؤال الرابع أين يوجد مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، والسؤال الخامس المخصص للأسماس وقيمته 200 يورو هو: من هي الجهة التي تقدم الدعم الأكبر لموازنة وكالة الغوث؟ الخيارات تاعت سؤالنا الخامس المخصص للأسماس هي كالتالي: الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو روسيا. تقدروا تجاوبون عليه من خلال أسماس على جوال على الرقم 37577 أو من وطني على الرقم 6358، وبتابعوه على عبر موقع وطن وطن دوت تي في. منروح للمشتركين ومين معنا موجود في برنامجنا أوروبا في فلسطين. منروح نقولكم مساء الخير ومين معنا. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. ألو مساء النور. هلا بيك، مين معنا؟ معك خليل. خليل من وين يا خليل؟ من غزة. خليل من غزة، كيف غزة يا خليل؟ بتسلم عليك. سلام. بتسلم علي، سلم لنا عليها وعلى سمكها وبحرها يا خليل. يوصل يوصل. خليل برنامجنا بدعم وبرعاية من الاتحاد الأوروبي. نروح للسؤال، بيقول لك أين يوجد مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية؟ هل هو بالقدس المحتلة، في رام الله، غزة أو نابلس؟ أعتقد بالقدس. بالقدس المحتلة يا خليل، إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة، وخليك معنا لختام الحلقة لتعرف إذا كانت إجابتك صحيحة أو لا. اتصال جديد، مساء الخير. يسعد مساك. هلا بيك، مين معنا؟ بيك. حازم ماضي معك. حازم ماضي من وين يا حازم؟ من غزة. من غزة حازم ماضي. لك الاتحاد الأوروبي. تسلم حازم. تفضل. السؤال بيقول لك عدد سكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: 325 مليون، 200 مليون، 500 مليون أو 700 مليون؟ خليني اخذ الرابع بهمش، انا مش متاكد منه هذا. ما هو انا يعني حاولت اساعدك. 325 200 500 او 700. 500 ان شاء الله. ان شاء الله اجابتك تكون صحيحه يا حازم ماضي، تحياتنا لك ولكل اهلنا في قطاع غزه، ومكملين معكم. نروح لاخر اتصال معنا قبل ما ننتقل للمقابلات ونكمل في الحكي عن مشروع التدريب التقني والمهني. بنروح لاخر اتصال. يا بهاء مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. الصوت مش واضح لو سمحت. ألو مرة تانية. مرحبا، يعطيك العافية. هلا بيك، مين معنا؟ قصي أغبر. طيب أنا مش عم بسمع الاسم منيح. هي قصي أغبر. قصي. أيوة. قصي من وين؟ نابلس. من نابلس. كيف نابلس يا قصي؟ الحمد لله تمام. قصي يا صديقي، السؤال بيقول لك على السؤال قديش عدد سكان الدول الأعضاء. يلا ولا يهمك، تفضل. قديش؟ 500 مليون. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا قصي. بهيك بنكون وصلنا لختام الفقرة المخصصة للأسئلة والربح والمسابقات. كمان في عنا مقابلات بتحكي عن مشروع تدريب التقني والمهني تنفذه مؤسسة شارك وبدعم من الاتحاد الأوروبي. بعد إن شاء الله إذا بتوفر وقت بنكمل معكم في الأسئلة والربح. وهي المرة رحنا عملنا مقابلة مع مدير مدرسة جنينة الصناعية سيد وافق حسناوي ليحكي لنا أكثر وأكثر عن هذا المشروع. سيد وافق، كيف يمكن لك أن تصف لنا النجاحات التي تلتمسونها من خلال تطبيق هذا المشروع؟ من خلال السنوات الماضية لمسنا أنه فيه كان تأثير ملحوظ وواضح لفعاليات هذا المشروع. نبدأ على مستوى المعلمين. من خلال هذا المشروع كان في تدريب لجميع المعلمين في المدرسة في مجالات أساليب التدريس والتدريب الحديثة. حضر المعلمين تدريب في هذا المجال، وبعد انتهاء التدريب مباشرة بدأوا في تطبيق هذه الأساليب في المدرسة، ولاحظنا تقدم وتحسن في بداية على مستوى أداء المعلمين، وأيضا كان هناك تحسن ملموس على مستوى تحصيل الطلاب. وأشير في هذا السياق كان هناك متابعة ميدانية من قبل منتدى شارك الشبابي، من قبل مشروع مهني كان في متابعة ميدانية بشكل مستمر. نعم، مدير مدرسة جنين الصناعية الأستاذ وافق حسناوي، شكرا جزيلا لك، ونتمنى دائما أن تكون كل المشاريع مكللة بقصص نجاح، وهذا البرنامج بدعم من الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك.
ما زلنا وإياكم في برنامج أوروبا في فلسطين. الآن بعدما استمعنا إلى كلام المدير واثق حسناوي نذهب إلى أحد الطلبة المستفيدين من هذا المشروع، أي مشروع التدريب المهني والتقني. نستمع ماذا يقول هذا الطالب. أنا محمد، طالب في مدرسة جنين الصناعية. استفدت من هذا المشروع بشكل كبير لأنه أهلني أني أمارس مهنة في المستقبل. مش ضروري الواحد إذا مثلا ما توفقش في أمور التعليمية أنه خلص الحياة انتهت، لا بالعكس، بهذا المشروع أنا استفدت منه كثير. دخلت يعني تعلمت إشي في مجالات الحياة، تعلمت الأمور الميكانيكية في السيارات، هذا إشي مهم وإشي مطلوب. الدراسة في داخل هذه المدرسة اللي علمتك أشياء كثيرة منها العملي، وكذلك الاتحاد الأوروبي بدعمه لمثل هذه المشاريع زادت الأهمية والإقبال على مثل هذه المشاريع وساعدتنا إنه نهتم أكثر. وجدنا إنه في حد يهتم في هذه الأمور، مش إنه خلص الواحد ما أخذ الشهادة كبيرة أو درجة عليا معناته انتهت حياته، بالعكس هذه الأمور المهنية مهمة، مهمة جدا، بتساعدنا على التقدم، بتساعدنا كذلك على أنه نستمر في حياتنا. فالتعليم في داخل هذه المدرسة أو أي مدرسة تعليمية مهنية إلها أهمية بارزة. مش يعني كيف أحكي، أنه أنا من خلال تعلمي بهذه المدرسة ساعدتني كتير، ساعدتني من ناحية أني صرت لقيت إشي مهنة أني أستخدمها في المستقبل، داخل أني أستفيد منه، من ما انتهت حياتي. بالعكس أنا بالعكس بعد ما دخلت هذا التدريب حسيت أني لازم أتقدم بزيادة. من أوروبا إلى فلسطين، شراكة حقيقية لغد أفضل، ضمان المياه، ضمان للحياة، قانون فاعل، مجتمع آمن، اقتصاد ينمو، دولة تبنى. الاتحاد الأوروبي سويا نكمل اللوحة. في الوقت المتاح عنا رجعنا معكم لنحكي ونكمل في برنامج أوروبا في فلسطين، وهذا البرنامج بدعم من الاتحاد الأوروبي. بالوقت المتاح بنستقبل الاتصالات المتوفرة عنا على 24213233. بنذكركم بالسؤال الخامس المخصص للرسائل القصيرة، وهي من هي الجهة التي تقدم الدعم الأكبر لموازنة وكالة الغوث؟ الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أم روسيا؟ وهذا السؤال تقدر تجاوب عليه من خلال SMS على الرقم 37 57 7 إذا كنتوا من جوال، أو من الوطنية على الرقم 63 58. وبتقدروا تشوفوا أسئلة هاي الحلقة موجودة على موقع وطن للأنباء وطن.tv. منروح على اتصال ومنقول مساء الخير. مساء النور، يعطيك العافية. هلا بيك، مين معنا؟ معك خالد المصري من نابلس. خالد المصري من نابلس، كيفك يا خالد؟ تمام الحمد لله. خالد، السؤال بيقول لك يا صديقي العزيز، يتألف المجلس الأوروبي من وزراء الخارجية. عدد السكان عفوا. طيب بدك عدد السكان على عيني وراسي، تفضل. يعطيني خيارات والله. 325 مليون، 200 مليون، 500 مليون أو 700 مليون. إن شاء الله 500 مليون. إن شاء الله إجابتك تكون صحيحة يا خالد. ومنروح لآخر اتصال معنا ختامها مسك، نقول مساء الخير. مساء النور. أهلا، مين معنا؟ هديل بركات. من وين هديل؟ من نابلس. هديل بركات من نابلس. هديل، على اي سؤال حاب تجاوبي؟ على عدد سكان دول الاعضاء. برضو عدد سكان الدول الاعضاء. طيب ان شاء الله بس ما تكونش اجاباتكم غلط وتكونوا غشيتوا. يلا السؤال بيقول لك، عدد سكان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي حوالي 325 مليون، 200 مليون، 500 مليون او 700 مليون. 500 مليون. ان شاء الله اجابتك تكون صحيحة يا هديل. برنامجنا بدعم من الاتحاد الأوروبي. من روح معكم لوقت قصير لحظات، ومنرجع لنعمل قرعة على أسماء اللي فازوا معنا بالاتصال المباشر. هذا البرنامج بدعم من الاتحاد الأوروبي. إن كنت جاي تغني روح اسأل قبل أنا مين، ما تروحش تبيع المية بحارة السقايين. ملك في الحب ضحايا يحكوا عنك حكايات، بيقولوا انك بتقلب في الليلة تبع غنوات، والغنوة الوحدة في ليلة
أوروبا في فلسطين بدعم من الاتحاد الأوروبي. بدنا نحكي لكم أسماء اللي فازوا معنا بالاتصال المباشر على أسئلتنا المتاحة للاتصال المباشر، وهم كل من خليل اللي حكى معنا من غزة، جائزتك بقيمة 50 يورو، حلا صلاح أيضا 50 يورو، هديل بركات أيضا 50 يورو، وحازم ماضي أيضا 50 يورو. إذن كل من خليل وصلاح، حلا صلاح، هديل وحازم ماضي. بس من النوه انه كل اللي اتصلوا فينا او بيسألونا عن الجوائز امتى بعد ختام البرنامج، احنا بنقولكم ايش الالية وامتى تروحوا تاخذوا جوائزكم وكيف تاخذوها. خلينا قبل الختام نذكركم بالسؤال المتاح للرسائل القصيرة وقيمته 200 يورو، وهو الجهة التي تقدم الدعم الاكبر لموازنة وكالة الغوث، هل هي الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة او المملكة المتحدة او روسيا؟ وبتقدروا تجاوبوا عليه من خلال SMS على الرقم 37577 من جوال او من وطنية على الرقم 36 58، وبتتابعوا الأسئلة من خلال موقع وطن للأنباء وطن.tv. ختاما هي تحية زميلي في الهندسة الإذاعية بهاء أبو عواد، سلام بديك في الإعداد والتقديم، وشكرا لكل الإذاعات الشريكة في بث هذا البرنامج. لقائنا يتجدد الأحد المقبل أو عفوا الثلاثاء معكم في أوروبا في فلسطين. إلى اللقاء. في الحب ملكتي أمان وأنا عايز حب حنين، مش حبي يوديك لمان، عمري لا حب الخاين ولا حب الكذابين، ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. في شهر أيار رح نبدأ مشوار، لقونا في برنامج المعلومات والمسابقات أوروبا في فلسطين. استنونا كل أحد وثلاثة الساعة 5 المساء مع سلام ديك. أوروبا في فلسطين، معلومات بتهمكم عن مشاريع الاتحاد الأوروبي بالبلد، أسئلة وفرص كبيرة للربح. اتصلوا شاركونا في برنامجنا وبرنامجكم أوروبا في فلسطين.